نرحب بضيفنا عبر الهاتف سعيد علي المناعي مستشار تراثي. مرحبا فيك بمساء الإمارات. حياكم الله ومساكم الله بالخير. الله يحييك. مساء الخير. حياك الله. طبعا في البداية خبرنا عن فعاليات هذا الملتقى لهذا العام. حقيقة أولا أنا أشكر تلفزيون الظفرة على الاستضافة وأمسي بالخير على جمهوركم الكريم. حقيقة بداية نشكر قيادتنا الرشيدة على اهتمامها بالتراث ودعمها وتشجيعها القائمين على هذا الموضوع. ملتقى الشمالية الربيع الوطني من أقدم الملتقيات اللي نظمها نادي تراث الإمارات، وهذا العام نحن رافعين شعار موروثنا احتفالا بموروثنا الشعبي، وهذه طبعا توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي أعلن هذا الشعار للشتاء الإمارات. فنحن حقيقة اقتبسنا هذا الشعار من رؤية سموه وطبقناه في جزيرة السمالية. فمثل ما تفضل جزيرة السمالية حافلة بالأنشطة والبرامج اللي تصب في عمق التراث الإماراتي. من ضمن الأنشطة الجميلة في جزيرة الشمالية حقيقة ناخذ الشباب في جولة في جزيرة الشمالية، يتعرفون على المباني القديمة وعلى النقوش القديمة على بيبان هذه المباني، كذلك يتعرفون على الغطاء النباتي اللي موجود في جزيرة الشمالية والحيوانات من غزلان من نعام من محمية الضب إلى غير ذلك حقيقة من الأمور الأخرى. إلى جانب اهتمامنا بالأنشطة التراثية عندنا سلمك الله ثلاث مشاريع رئيسية في جزيرة السمالية. أول شيء دروب المعاني، ندربهم على العادات وعلى التقاليد وعلى إعداد القهوة وعلى الأكلات الشعبية وعلى الضيافة في بيوت الشعار وفي الحظيرة. كذلك عندنا اهتمام بالرياضات التراثية، يتعلمون على ركوب الهجن وعتاد المطية وحلاب البوش ويشربون اللبن طال عمرك، وأيضا يركبون الخيل في جزيرة الشمالية ويشلون الطير ويصير برنامج الهدد على الطيور. وبعدين ننقلهم إلى الجانب البحري، الجانب البحري ناخذهم بجولة في السفينة التراثية، يتعرفون على شواطئ جزيرة الشمالية وعلى ينظرون للجزيرة من البحر للداخل، فيستمتعون بهذه المناظر الجميلة ويتعرفون على الأسماك اللي مثل ما تقول تعرف في مثل هذا الوقت من السنة. كذلك يتعرفون من خلال النوخذة حثبور بن كداس الرميثي على مهنة الطواش وعلى القماش وعلى رحلة الغوص. حقيقة البرنامج جزيرة الشمالية برنامج ممتع سواء كان للبنين والبنات، حتى البنات طال عمرك يتدربون على التلي وعلى السدو وعلى قرض البراجع وعلى الغزل، وهناك مسابقات تراثية يسووا لهم المدربات لهم ورش في زينة المرأة والسنع والعادات والتقاليد والألعاب الشعبية، إلى جانب الرحلات اللي يأخذونهم للقرية التراثية ولمركز زايد للدراسات والبحوث. جميل جدا. حلوة ما شاء الله أستاذ سعيد. طبعا هذه النشاطات جدا جميلة، يعني مثل ما ذكرت شو هي أهمية النشاطات هذه على الحفاظ على التراث وتنمية ثقافة الأطفال، يعني بالنسبة لعاداتنا وتقاليدنا الشعبية؟ بلا شك طال عمرك نحن نسير على وصية الأب القائد المؤسس اللي وصانا على التراث، هذا ما يحبه زايد مثل ما يقولوا. سيدي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أكثر حقيقة من موقف يقول إن المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه قد زرع فينا عشق التراث والاعتزاز به، وكان رحمه الله حريص كل الحرص على توريث الأبناء والأحفاد والعادات والتقاليد الأصيلة. وما وجود حقيقة نادي تراث الإمارات إلا لحقيقة تعليم الأولاد هذا التراث وتعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم من أجل الاستدامة ومن أجل هذا التراث يبقى في ذاكرة الوطن على طول الأزمان، يعني اللي تركه الآباء والأجداد اليوم نحن نعلمه للأبناء وباكر هم بيعلمونه لعيالهم. فهكذا نحن دولة ذات جذور متعمقة في التاريخ ولنا أصالة. الله يعطيك العافية. طبعا جهودكم مشكورة في نادي تراث الإمارات، وهذا يبرهن أنكم دائما ما تحافظون على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا بالنسبة لي أقول دائما أن البرايل اللي موجودة عندنا في الدولة وأيضا الحصون والقلاع اللي موجودة مبنية من الطين هي أساس وجود الأبراج اللي موجودة عندنا حاليا. لكن نبي منك رسالة
للأهالي، تشجعهم على ضرورة الالتحاق أو إلحاق أبنائهم بهذه النشاطات على أساس أن يتعرفون على التراث وتنمي عندهم التراث بشكل عام؟ بلا شك بلا شك طال عمرك، نحن في نادي تراث الإمارات ومن خلال منبركم الكريم ندعو أولياء الأمور إلى الالتفات لمثل هذه المراكز اللي تحفظ عيالهم في أوقات الفراغ وتنميها لهم وتعلمهم تراث الآباء والأجداد وتحصنهم من الاختراقات اللي تهدد أخلاقهم وتهدد شخصياتهم وتهدد عقيدتهم. فنحن حقيقة في نادي تراث الإمارات عندنا تقريبا أكثر من 9 مراكز منتشرة على مستوى إمارة أبوظبي، تعتبر محاضن تربوية تحتوي الشباب وتدربهم. عندنا كذلك مرافق منتشرة على مستوى إمارة أبوظبي، زيارات للقرية التراثية، مركز زايد للدراسات والبحوث وما يشمله، جزيرة السمالية بجميع مرافقها، إلى غير الأنشطة الجميلة اللي ننفذها في الهواء الطلق. يعني اليوم نحن في كنا في كشت برية في منطقة السمحة، صار فيها هدد طيور وبعدين الصيد وبعدين الشباب كيف يطبخون أكلهم في البر وكيف يختارون المكان اللي بيعسكرون فيه وكيف نعلمهم يحافظون على البيئة ويتركون المكان أفضل مما كان بعد ما يخلصون رحلتهم وبعد ما يخلصون أنشطتهم. أنشطتنا حلوة حقيقة، تبعدهم عن أجهزة التليفون وتبعدهم عن السوشيال ميديا وتبعدهم كثير حقيقة عن الأنشطة، يعني أنشطة حية في الهواء الطلق هذه الأوقات أستاذ سعيد، وتخلق عندهم تعلق كبير بالوطن. هذه الأوقات أستاذ سعيد تساعدهم على أنهم يطلعون، بحكم أننا حاليا في مرحلة اسمها أجمل شتاء في العالم، وشتانا في السنة هذه جميل وغير، وما شاء الله تبارك الرحمن يعني نشاطاتكم وفعالياتكم أنا ممكن أشارك فيها إذا تقدرون تسمحوا لنا. والله فالكم طيب طال عمرك، لأن نحن أنشطتنا للصغار والكبار. نحن حتى أعلننا أن يا جماعة اللي بيه هو عياله الجزيرة يا مرحبا تعالوا واستانسوا وشوفوا شو نقدم حق عيالكم وقيموا الأنشطة والبرامج لأن نحن شركاء في التربية. لا جميل جدا صراحة، ونشكركم على هذا الإبداع وهذا العمل الدؤوب على أنكم تحافظون على تراث الإمارات وسنعها. طبعا أستاذ سعيد المناعي مستشار تراثي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، نتمنى لكم التوفيق في نشاطاتكم مع نادي تراث الإمارات. كل التوفيق ومشكور، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. العفو العفو.